كان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبل أخيه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة. لدى وصوله البلاد اليوم في زيارة للمملكة تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث رحب سموه حفظه الله بضيف البلاد الكريم وبزيارته لمملكة البحرين التي تجسد التواصل المستمر بين الأشقاء في كلا البلدين. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وعدد من كبار المستقبلين ورئيس هيئة الأركان ومحافظ محافظة المحرق وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية وسفيرا البلدين الشقيقين وعدد من أعضاء السفارة الكويتية لدى مملكة البحرين.